والله نتيجة ثقيلة جدا يعني لو مباراة محبطة لكارينيو كأول مباراة له. أكيد محبطة الكارينو طبعا، ما في شك. أبدأ أول مهمة لي أنا، أول تجربة لي في الدوري السعودي كانت مع النصر، وجايب بطولتين، بطولة دوري بطولتين، يعني أول بطولة دوري حققها النصر بعد سنوات طويلة كانت مع كارينيو، كان موسم يعني استثنائي وما راح ينساه لا كارينيو ولا النصراويين. فلا يرجع بعد فترة من غياب على الدوري السعودي والنادي مثل الشباب، وتكون أول مباراة يعني خسارة قاسية مثل هذه ب5 أهداف مقابل هدفين، يعني نتيجة محبطة جدا. ويعني بصراحة الدفاع الشباب يعني وحراسة مرمى لا يمكن إن انك تتكلم عن قدرة يعني متوسطي الدفاع اللي شفناهم اليوم مع حارس المرمى التونسي، يعني ضعيفين جدا ولا يقودونك لأي شيء، ولا يمكن ان الفريق يحقق معهم. يعني انا متاكد طبعا انت تتكلم عن كارينيو البدلاء، لان جمال بن العمري مصاب، عفوا جمال بن العمري عنده ظروف الوارثه الصحيه اللي نسال الله لها الشفاء العاجل، وكذلك ايضا عبد الله الفهد اللي غيب عن هذه المباراه بسبب الايقاف. يعني اتكلم عن اللي شاركوا اليوم، يعني اي فريق لا يكون عنده بديل بديلين يعني قريب، ما نقول في مستواه لكن قريب، يعني هذا نادي الشباب، يعني المستوى اليوم حراسه المرمى يعني واضح الاجانب في نادي الشباب اختيار يعني ضعيف جدا. وهذا المدرب، المشكلة لما المدرب يجي في منتصف الموسم ما أعد الفريق ولا كان له دور في اختيار الأجانب، يعني كارينيو سيجد صعوبة كبيرة جدا جدا في يعني انه يعيد الشباب يعني ويقوم الشباب على حيله، شيء صعب في الفترة المقبلة. بالنسبة للأهلي، الأهلي أهم نقطة يمكن نتحدث عنها هي صبر الأهلاويين على المدرب الموجود. يعني خسر من الاتفاق، خرج من البطولة الآسيوية مع أنه كان قريب جدا منها، مستويات كان يعني ضعيفة جدا وصبروا عليها، الآن بدأ فعلا المدرب يعطي ويقدم، شفنا مستوى كبير وطموح ورغبة في التسجيل، خرج له بنتيجة، والأهلي الآن أثبت أنه سيعود بقوة المنافسة على كفريق بطل على الدوري. جميل. طيب نتابع الآن تصريح